وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس لجنة تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية. بداية دكتور طلعت وبعد التحية، يعني اليوم هو اليوم 93 بعد المئة في الحرب على غزة، وأيضا يعني اتساع أمد الحرب، وما زال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يقوم بدوره على أكمل وجه لتقديم كافة المساعدات الإغاثية والغذائية وأيضا الأدوية إلى غزة. يعني اليوم انطلقت المرحلة الثانية للقافلة السادسة، ماذا تشمل هذه المرحلة؟ والمرحلة دي تشمل يعني كمية كبيرة جدا من المساعدات، صورة مستلزمات غذائية طبية، مستلزمات طبية، مياه، خيام، ملابس. بنتكلم في 250 قافلة، بنتكلم في أكثر من 4009 طن، تشمل كل المواد اللي أنا قلت عليها، ودي من اكبر القوافل في المراحل السته. المرحله الاولى زي ما حضرتك عارفه بدات في يعني بمع بدايه الازمه في يوم 10 اكتوبر، وكانت تشمل 108 يمكن قافله او قاطره. النهارده بتتزايد كل مره، النهارده بنوصل الى 250 قاطره محمله بكل ما يلزمه الجانب الفلسطيني. في طبعا تنسيق مع الجانب الهلال الاحمر الفلسطيني والأجهزة المعنية اللي بتسهل إجراء دخول المساعدات والمواد الإغاثية، وإحنا مستمرين، وده بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إحنا بنقول يعني الأزمة لا زالت مستمرة، الظروف الإنسانية صعبة، وعشان كده المجتمع الأهلي في مصر وفي مقدمته التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اللي كان في 12 كيان من كيانات المجتمع الأهلي بتشارك في تلك القافلة يعني بشكل جيد جدا. في عدد كبير من المتطوعين يرافق القافلة منذ خروجها من مركز القاهرة أو المحافظات المختلفة إلى منطقة الحدود عبر الحدود، وبيكونوا حريصين كل الحرص على ضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل طيب. وطبعا ده دور مصر اللي بتقوم به، فضلا عن الدور الكبير والدور السياسي اللي بيقوم به فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضيه سياسيا، ويعني ورفض كل هذه الانتهاكات التي تتم بعد مرور 193 يوم. وبنقول طبعا موقف مصر ثابت وموقف قياده مصر ثابت، وهو طبعا لا تهجير للفلسطينيين الى اراضي مصر الى سيناء، لان ده معناه القضاء على القضيه بشكل كامل. ايضا نعم للدولتين، ايضا نعم لدعم الاسر ودعم الشعب الفلسطيني، واهلا باستقبال الفلسطينيين الجرحى والمصابين. نعم. ومرافقيهم، ويمكن مستشفياتنا وزاره الصحه طبعا يعني يمكن تستقبل كل يوم عبر المنفذ اعداد من الاخوه المصابين من الاطفال المبتسرين، والحمد لله بيتلقوا كل الخدمات العلاجيه. ويمكن الامين العام للامم المتحده لما جه زار المعبر وزار المستشفيات، والكل بيشيد بما يتم من خدمات صحيه وانسانيه ومساعدات. نعم. لاشقائنا في فلسطين الحبيبه. دكتور طلعت، كيفيه التنسيق والمشاركه بين كافه كيانات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي لتغطيه كافه المساعدات الاغاثيه والانسانيه التي يحتاجها اشقاؤنا في غزه؟ طبعا التنسيق تنسيق كامل. التحالف الوطني منذ ان بدا يعني من اندلاع الازمه من اكثر من فتره 193 يوم، وطبعا التحالف حريص كل الحرص ان بينسق بين الكيانات وبين الجمعيات والمؤسسات والكيانات الاعضاء في التحالف، بحيث ان احنا ما يبقاش في نوع من انواع الازدواجيه في المساعدات، بحيث يبقى في تكامل في المساعدات. وده بيتم مركزي عن طريق امانه سر التحالف وعن طريق يعني الاداره المركزيه، اللي يبقى فيه بيتم تنسيق اللي بنضمن كل المستلزمات تبقى متوفره بشكل متكامل. يعني مش ممكن هتكون القافله كلها مثلا ادويه او كلها مواد غذائيه او كلها مياه، ولكن بيبقى في التنوع. وطبعا ده بالتنسيق ايضا مع الجانب الفلسطيني اللي هو ادرى
للاحتياجات نعم. يعني، وطبعا احنا بنلبي كل رغباتهم، والحمد لله يعني دور مصر دور رائد ودور محترم، وانا باكد دايما في كل لقاءاتي ان الحمد لله احنا بنشارك كمجتمع اهلي بجمله 80% من جمله المساعدات الانسانيه اللي دخلت غزه. يعني العالم كله بيشارك نعم بحوالي 20%، ولكن مصر بالضبط رغم يعني الظروف الاقتصاديه نعم الصعبه الدوله، ولكن القيادة السياسية وحرصها على إن دعم الشعب في السنة واضح الحالية بالفعل كافة المجهودات التي يقوم بها التحالف الوطني والكيانات التابعة له. شكرا جزيلا الدكتور طلعت عبد القوي رئيس لجنة تأسيس التحالف الوطني.